اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج فلاش باك. هنتكلم النهارده في عجاله عن فيلم مهم جدا، وهو فيلم الحب الذي كان. لازم في حاجه حصلت في الشغل ضايقتك؟ بالعكس، ده حتى المفروض النهارده ابقى مبسوط. الدكتور نصيف خلاني اعمل اول عمليه كبيره. صحيح، مع ان مش كل نايب بيخليه يعمل عمليات زي دي. يمكن الفيلم ده الحقيقة ما بتعرضش كتير في الفضائيات، ناس كتير ما تسمعش عنه، لكن هذا فيلم مهم، وأنا في رأيي أنه من أفضل وأجرأ الأفلام التي أنتجت في سبعينيات. هو أيضا الفيلم الأول الروائي الطويل الأول الذي أخرجه مخرج سيكون له شأن مهم جدا في تاريخ السينما المصرية، وهو المخرج علي بدرخان. علي بدرخان طبعا الناس كلها عارفاه بأفلامه المهمة والجريئة. الفيلم أيضا أهميته في أنه اللي كتب السيناريو والحوار له كاتب وفنان السينما المهم والكبير رأفت الميهي. ورأفت الميهي كما تعلموا حضراتكم بدأ كاتب سيناريو في مجموعة من الأفلام المميزة، منها هذا الفيلم. الفيلم كمان الحقيقة يعني لازم نلفت النظر أنه مش بعيد عن عالم علي بدرخان ولا عن عالم رأفت الميهي، لأنه التصنيف الحقيقة كثير جدا من الكتاب أو النقاد بيصنفوا هذا الفيلم باعتباره فيلم رومانسي. طبعا في جانب رومانسي، والفيلم قايم على قصة حب بين بطلين سعاد حسني وبين محمود ياسين، لكنه أنا الحقيقة مش يعني لا أستريح إلى هذا التصنيف. أنا أفضل أن أسميه دراما اجتماعية انتقادية تقوم على قصة حب، يعني هو أساسا فيلم اجتماعي، وبالتالي هو مش بعيد عن عالم لا عن عالم علي بدرخان ولا عن عالم رأفت الميهي. عالم علي بدرخان وعالم رأفت الميهي بيلتقوا في أمر مهم جدا، وهي النظرة الانتقادية للمجتمع. الاثنين بينتقدوا المجتمع، ده رقم واحد. رقم اثنين انه الاثنين بيركزوا على محورية دور المرأة. البطلات في أفلام رأفت الميهي والبطلات في أفلام علي بدرخان التالية هم في الحقيقة هم أعمدة الدراما. لو شفنا يعني تذكرنا مثلا شخصية البطلة في فيلم الكرنك لعلي بدرخان، لو شفنا مثلا شخصية البطلة في فيلم الجوع لعلي بدرخان، دي أفلام متأخرة، هتحسوا أنه المرأة عمود أساسي في بناء الشخصيات زي فيلم الحب الذي كان. ايه سبب جرأة هذا الفيلم يعني اللي بيفكرنا الحقيقة بشكل ما بأفلام مأخوذة عن قصص إحسان عبد القدوس؟ انه بيتناول حق المرأة انها تطلب الطلاق لانها لا تحب زوجها ولانها تريد ان تقترن بشخص اخر. الحقيقة فكرة دي جريئة جدا، حتى جريئة حتى في وقتنا الحالي، انه بطلة هذا الفيلم مأساتها واللي خلتها في وجه العاصفة ان هي قررت في لحظة معينة انها تطلب الطلاق من زوجها، بيلعبوا في الفيلم ايهاب نافع، وتريد ان تتزوج من شخص تحبه وهو محمود ياسين، لا تريد ان علاقة محرمة، لا تريد ان تصبح عشيقة لي. بس الغريب بقى ان الفيلم بيقابل هذا الحق او هذه الرأي بتاع بالنسبة للمرأة بانه يعني تتعرض لكثير جدا من الظلم وتتعرض لكثير جدا من الشائعات، وكأنها تريد أن تقيم علاقة محرمة مع من تحب. عاوزين نرجع نتقابل في السر في الضلمة، كارهين إننا نعيش في النور. دي النهاردة مستحيلة مستحيلة. شيء غريب جدا، العلاقة الشرعية أصبحت يعني مستهجنة بالنسبة لهذا المجتمع، بينما يمكن لهذا المجتمع أن يغض الطرف عن علاقة غير شرعية. ودي يمكن فكرة قريبة قوي من فيلم برضو نادر الإذاعة اسمه أختي، مأخوذ عن قصة لإحسان عبد القدوس. الحقيقة يظل هذا الفيلم حتى الآن فيلما جريئا، يظل من الأدوار المميزة لسعاد حسني ولمحمود ياسين. يمكن الفيلم مش بشهرة أو بنجاح أفلام أخرى لهذا الثنائي أو لعلي بدرخان، لكنه أعتقد ونحن نشاهده اليوم نشاهد عملا ناضجا جريئا وقويا، وما زال يؤثر في المشاهد حتى اليوم.